تعارف معانا مجموعة أبي أسمع اسم المجموعة قمة مجموعة همة والفاصل بينكم 130 درجة. من سيحقق الدرجة الأعلى هو الذي سيستمر معنا، هو مجموعته. أما الذي سيحقق الدرجة الأقل كل أسف سيغادر منهم واحد من فريقه. على أن يعود واحد من لجنة التحكيم، لجنة التحكيم لديهم صلاحية يرجعون واحد من المجموعة المغادرة. وكذلك الحلفاء لهم الحق أن يرجعون أو يعيدون شخص واحد فقط. واحد من المجموعتين كل أسف سيغادرنا وسيغادر هذا المسرح، ولكن أنا متأكد أن هناك مسارح أخرى تنتظره ليظهر فيه إبداعه. يا مسرحي. زي ما تعرفون أن كل واحد منكم أدى على المسرح له تقييم فردي من 100، بنجمعها 70 من لجنة التحكيم و30 من لجنة من الجمهور. الجمهور أنا أعتبرهم لجنة. لذلك في البداية نعلن الدرجات. توكلنا على درجات المجموعة. نعلن أول شيء أفراد كل شخص كم حقق من درجات. بعدين ننتقل للمجموعات. جميل، بنبدأ مع فاروق عبد الله. حياك الله. ابتسامتك جميلة ما شاء الله. ولكن ابتسامتك هذه ما راح تأثر على الدرجة. إن شاء الله. خلص. أنت والله أديت كويس عبد الله. كنت أتوقع أنك بتأدي أفضل من كذا. لكن حصلت من 100. من 100. على 92. من 100. تستاهل. أما فيصل خلوني بينكم، فيصل ومحمد نبدأ معاك محمد ولا نبدأ معاك والله فيصل. أبدأ معي عشان أنا ما تفرق معي ما تفرق مرة. طيب إحنا بنبدأ مع فيصل. فيصل أداء كان جدا جميل. محمد كان رائع على المسرح، ولكن يا محمد ترك حصلت على 73.3 من 100. فيصل درجتك زي ما تعرف تأثر على المجموعة، ولكن يا فيصل تراك حققت 73%. محمد 73.3، فيصل 73، فاروق 92. شكرا فريق قمة. خلكم على ما انتم عليه. الان نعرف درجات قمة. انا اذا ما حفظت المجموعات. طيب خالد ادائك جميل بإشادة لجنة التحكيم، لكن مجموعك من 100 انا خالد مجموعك من 100 82 درجة. الحمد لله. 82. يا سلام. محمد هلا. ولا نبدأ في عبد الرحمن تبي؟ والله اللي تشوف حبيبي. واثق بأداءك عبد الرحمن صح؟ نقول إن شاء الله. محمد واثق؟ طيب قمة ما واثق؟ السلام عليك. طيب اسرد اسرد مرة. طيب يا محمد اخذت 79.5. سلام ونص. سلام داخل بخالة. عبد الرحمن اخذت من 100. ايوه محمد حقق 79.5. انت
79.2. الآن الفاصل بين المجموعتين 79.5. المجموع على الظرف اللي عندي صح؟ طيب عندنا مجموعة قمة وهمة. احنا بنبدأ بقمة. أعلننا احنا النتائج الفردية والآن بنسمع الجماعية وفي هذا الظرف النتائج النهائية. مجموعكم الجماعي من 130 من 100 كفريق كامل متكامل. وزي ما تعرفون بأن أي فرد من أي مجموعة يؤثر على درجة مجموعته. فريق قمة حققت من 180.2. يا سلام جميل جميل جميل. 80 همة. شباب تفاعل مع مجموعاتكم. طيب طيب همة حققتوا زي ما تعرفين ثم حققوا كم؟ 82. طيب وانتم مجموعكم الجماعي وأداءكم جميع حققتوا حصلتوا على 79.4. الله. النتيجة لم تنتهي. نجلس. النقاط الجماعية في الأسبوع حار بارد هي الفاصل. عشرة واعي وضغط عالي وهي اللي حتفرق اليوم. هم عارفين انهم حصلوا على عشرة واعي حصلوا على عشرة في حار بارد. الآن الفاصل والنتائج بعد الفاصل. هل سيغادر هذا المسرح همة أو قمة؟ فقرة وعي كانت فاصلة جدا. ثلث الخطر لابد أن يكون فيه ثلاثة. ثلاثة بيرجعون في مقاعدهم إلى مجموعتهم. هل سيغادر همة أو قمة؟ مجموع فريق قمة أو همة؟ همة هنا. همة المجموع الكلي 98.4 من 130. أما قمة هل بيرجعون مجموعتهم أو بيبقون معاي في مثلث الخطر؟ نرجع إن شاء الله. تتوقعون تستمرون معاي ولا ترجعون؟ الجلسة معك ما تمل ما تمل. لذلك درجتكم 91.130. عودة حميدة. طب ارجع ارجع مجموعات فريق همة. ارجعوا فريق همة. طيب طيب الآن خالد البشيري خالد البشري وعندنا محمد شريمي وعبد الرحمن عبد الله. واحد منهم بيغادر يا سلام واثنين بيرجعون ان شاء الله. اكمل شرحي. لا لا والله. طيب تفضل سياس. كيف هذه تراجع فيها الاعداد بعد خلينا ندخل. جميل. طيب الان يحق لجنه التحكيم
يرجعون واحد من الثلاثة اللي في مثلث الخطر وقبل لجنة التحكيم القادة حلفاء. الآن بعطيكم الظروف، تكتبون الأسماء وتقفلون الظرف تسلمون لي. يا سلام عليك. اسم واحد يرجع ولجنة التحكيم واحد فقط. لا لا والله تسلمونها لي. لا بعلن أول شيء الحلفاء بعدين أنت. كويس كاتمين أم طيب كاتمين ما تظنون إن شاء الله. والله أنا شوف فضل. لا شوف اكتبوا الاسم أعطوني إياه واكتبوا فوق الحلفاء ولا اكتبوا لجنة التحكيم واكتبوا الاسم. ها كيف أنا بفصل بشوف الأسماء الظروف ترجع لي. لا لا صراحة ما قصرت الفترة الماضية يا شباب، ولكن زي ما انتم عارفين لازم واحد منكم يغادر، وأعتقد أن القادة ويحق لهم صراحة أن يحتاروا جدا من يرجعون. كذلك لجنة التحكيم الكل بدع اليوم، ولكن لابد أن يغادر واحد. هل هو محمد ولا عبد الرحمن ولا خالد؟ هذا اللي بنعرفه بعد شوي. لجنة التحكيم خلصوا؟ أقدر أستلم الظرف؟ حلفاء انتهى الوقت؟ انتهى الوقت؟ صدقاً والله أقولها نقبل سريع؟ تيسر ها؟ الوعد اسمه الجاي يا رب الحين بعد شو؟ عطونا دخان عشان الآن يا شباب بخار الآن بخار بخار الآن لجنة التحكيم حددوا اسم بخار وكذلك الحلفاء حددوا اسم. هل اللي بيرجع خالد أو محمد أو عبد الرحمن؟ الاسم اللي اختاروه الحلفاء هو خالد أو محمد أو عبد الرحمن، ولكن الحلفاء اختاروا محمد. مبروك لك محمد. سريع الله يسعدك. الآن يلا اللي بيغادر عبد الرحمن العبد الله او خالد البشري. اعتقد الكل ادى وبدع، ولكن لابد اليوم ان يغادر واحد منكم. عبد الرحمن كنت مبدع، خالد كنت كذلك، ولكن اللي بيغادرنا بكل اسف هو خالد البشري. لا الله يعطيكم العافية. شكرا لكم جميعا. شكرا شكرا خالد. شكرا أعزائي المشاهدين إلى هذه اللحظات. نودع خالد البشري ونقول نراكم إن شاء الله يوم الأحد. على طيب الوصالي معانا والمواهب.